وكمان ثبت ان هو مصاب 28 يوم، والدكتور بتاعه محمد ابو العلا قال هنا في مصر ان الاصابه صرح قال احنا محتاجين، احنا كجهاز طبي احتاجنا ان صلاح يسافر ليفربول، يسافر انجلترا. يعني المسائل اللي بيتابع التصريحات والكلام والاراء بتاعه الناس الاطباء المتخصصين هيفهم ان محمد صلاح مش طب ما الشناوي راح المانيا، حد بهاجم الشناوي عشان راح المانيا؟ ابدا. يعني بص الحقيقه يعني في ناس بتعتبر ان الهجوم ده شجاعه وحريه وابداء راي ومش عارف ايه، بس انا ممكن تنتقد طبعا، ممكن تنتقد صلاح كمان طبعا، لكن انتقد في حدود اللي انت فاهمه. يعني لو في حاجه مش فاهمها لا اسال وانت هتعرف القصه بالكامل.